هذا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، وهذه هي تحية الكعبة. تحية الكعبة ما هو؟ ما هي؟ طواف. الطواف. الطواف. وتحية المسجد؟ السلام. ها؟ السلام. ركعتين. الآن أغلب الناس يشكل عليهم هذا الأمر، فبعض الناس الآن إذا أراد أن يذهب إلى الصلاة في المسجد الحرام يروح يطوف، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. السنة أن يأتي بركعتين. أما من أراد نسكا حج أو عمرة فتحية الكعبة أن يطوف، سواء كان طوافا واجبا أو طوافا مسنونا. أما من أراد الصلاة فلا يذهب ليطوف، لأن بعض الناس يفهم يقول تحية البيت الحرام الطواف ويعممها، وهذا غلط. تحية البيت الحرام الطواف لمن أراد الكعبة، لمن كان عنده نسك. يعني بمعنى المعتمر إذا دخل المسجد أول شيء يفعل يصلي ركعتين ولا يطوف؟ يطوف. إلا إذا صادف صلاة فريضة قائمة فإنه يصلي. طيب، رجل الآن انتهى من النسك العمرة وراح يصلي في المسجد الحرام، بعض الناس الآن يذهب فيطوف يعتقد بأن هذه التحية، لا، وإنما يصلي ركعتين. إذن يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، والقارن والمفرد للقدوم. وطواف القارن والمفرد سنة، أول طواف يسمى طواف القدوم هذا سنة، فلو تركه المفرد أو القارن لا شيء عليه. نعم. قال: فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد. نعم. فيحاذي الحجر الأسود بكله، يعني إذا جاء الحجر الأسود يحاذيه ببدنه كله، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، يعني يستقبل الحجر الأسود ثم يكبر يقول الله أكبر، هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يسمي ويكبر يقول بسم الله الله أكبر، وهذا صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يسمي أولا، وابن عمر من أشد الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتسميته لها حكم الرفع إليه صلى الله عليه وآله وسلم. ويجوز أن يستقبل الحجر الأسود ببعضه وليس بكله، يعني لو أنه التفت إلى الحجر الأسود وأشار إليه لحرج، ولو أنه أدار بدنه كله إليه فهذا حسن، هذا حسن. لكن أحيانا قد يكون هذا الفعل يتسبب في زحام وفي ضيق على الحجاج والطائفين، ولذلك لو أشار إليه بالتفاته فإنه يجزئه ذلك. فيحاذي الحجر الأسود، يعني لا بد أن يحاذيه. فمن طاف أول الطواف بعد الحجر الأسود فلا طواف له، يعني لا طواف له في الشوط الأول. لو طاف من بعد الباب، يعني جاء إلى الكعبة من بعد الباب، من بعد الباب ثم قال الله أكبر وطاف، هذا ليس بطواف. لا بد أن يبتدئ الطواف من عند الحجر الأسود، يبدأ من عند الحجر الأسود ثم يطوف.